تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية الكبيرة. تواصل وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 5 تشكيلات عصابية بالإسكندرية والجيزة والبحيرة وسوهاج والغربية، لقيام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 28 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم امتنعوا عن سداديها، كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، تمكنت الإدارة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالمنيا والإسكندرية، لقيام عناصرها بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك بطرق احتيالية واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني أو سحب مبالغ مالية منها، وقيام عناصر هذه التشكيلات بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، حيث قاموا بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من مواطنين بهذه الطرق الاحتيالية. كما تمكنت الإدارة وبعد رصدها تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية. تمكنت من ضبط وكيل التطبيق للتسويق الذي اعترف بنشاطه الإجرامي، حيث يقوم بحث المواطنين على الاشتراك في التطبيق وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية، وقدرت المبالغ المستولى عليها بهذا الأسلوب الإجرامي ب1.5 مليون جنيه. وفي إطار مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالغربية والمنيا، لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بما يعادلها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي بلغ أكثر من 2,300,000 جنيه. كما تمكنت الإدارة من ضبط 9 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال حملات شنتها بعدد من المحافظات بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت أكثر من 15 مليون جنيه.